هذا يسأل يقول هل يقول الإنسان اللهم إني أسألك إيمانا دائما؟ نعم. طيب هذا تسأل الله يثبتك على الإيمان دائما يعني في كل حياتك، شيء طيب. أسألك إيمانا، أسألك إيمانا ثابتا أو إيمانا صادقا، اللي في الحديث إيمانا صادقا يباشر قلبي، إذا سأل الله إيمانا صادقا فهذا طيب. وبدل ما تقول إيمانا دائما تقول اللهم ثبتني، اللهم ثبتني على الإيمان. نعم.